كانت عم تجينا المي كل 15 يوم عم ندفع 1000 يعني بالشهر 2000، بس كانت المي تجينا على الحنفي لا نتعذب بالصهاريج ولا نرقد على الصهاريج ونشتري. وقفوا الدعم عنا، صار لهلا المي ما عم تجي فتره كبيره يعني. الحل الوحيد لهذا الأمر هو دعم جزئي أو كامل من قبل المنظمات الإنسانية.